قد لا يبدو من شكله أنه يعاني من التوحد، خاصة عندما تلقي نظرة على رسوماته. إيه أنا بحب أرسم طبيعة، وبحب أرسم الشجر، وبحب أرسم كمان الوجوه، وبحب أرسم البحر. زميله عباس يجد صعوبة في التعبير، فعوارض التوحد تختلف من طفل إلى آخر، لكن العمل لتطوير قدراته المهنية والاجتماعية أمر أساسي في العلاج. نحن كتير منشتغل على الاستقلالية لشبابنا، كمان أهم شيء عنا هو الدمج المهني والاجتماعي. الدمج المهني بيصير بمراكز مهنية اللي يظهروا فيها تلاميذنا لبرا، وهلأ هن عم يعملوا دمج بالدومينوس بيتزا، بيروحوا بيطووا كراتين للبيتزا. دعني أسمع صوتك، دعني أسمع صوتك، بدد هذا الصمت يا طفل التوحد. عشرات الطلاب حاليا يستفيدون من برنامج الدمج المهني والاجتماعي التابع للجمعية اللبنانية للتوحد. هذه من المدارس المهنية القليلة في لبنان التي تعمل على تأهيل الذين يعانون من التوحد، تمهيدا لإيجاد فرص عمل لهم. هو مشروع طموح يأمل المشرفون عليه أن يطبق في المدارس كافة. تقدم الجمعية برنامجاً متكاملاً يركز على العائلة والطفل المصاب بالتوحد في آن معاً. من هون بنشتغل مع الأهل، بنعمل لهم تدريب، عملنا كتيبات كيف يتعاملوا مع أولادهم بالبيت، وهالكتيبات موجودين على الويب سايت، عم يستفيدوا منهم من السعودية، من سوريا، من تونس، من المغرب، من كل دول العربية، مش بس الأهل، الأخصائية كمان. لا وجود لإحصاءات دقيقة عن أعداد المصابين بالتوحد في لبنان، لكن الأرقام المتداولة تشير إلى نحو 2000 طفل، ويبقى دمج هذه الفئة في المجتمع من التحديات الرئيسية للجمعيات والمؤسسات التي تعنى بهم. لاريسا عون، سكاي نيوز عربية، بيروت.